السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة عن محاكي الطيران. معاكم أخوكم خالد. حلقة اليوم راح تكون عن طريق تسجيل طائرات الزب مود 737-700 و 737-800 و 737-900. ملفين مهمات راح يكونون في مرتبطات في طائرة الزيب مود، وراح يكون مواقعهم في ملف البلاجنز، وهو ملف الافيتاب تابلت الموجود في الطائرة، وملف رادار التضاريس، وطريقة إضافة صبغة لإحدى الخطوط على ملف الطائرة. جتني استفسارات كثيرة بخصوص إني كيف أنزل الطائرات وكيف إني أضيف الصبغة، فهذه الإفادة إن شاء الله إني أفيدها لكم فيها بطريقة سهلة ولا هي معقدة، وطريقة تنزيلها على المحاكي. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر التنبيهات، ونشر القناة لمحبي محاكي الطيران. يلا بسم الله خلونا نبدأ. طبعا هنا بالبداية منتدى explain.origin، وهنا موقع الزيبا مود. طبعا نجي تحت ننزل إلى ما نوصل اللي هو الجوجل درايف الخاص بالطائرات الزيبا مود. نضغط على هذا الملف، هذا ملف جوجل درايف. طبعا هنا موجود كل البيانات عن كل الملفات موجودة عن طائرات 737-800، وعندك هذه تضيفها على اللي هو الأوبجكت تبع طائرة 737-800. طبعا أول ما تجي تضغط على هذه، الحين بنزل ال 800 737-800، تجي تضغط على طول تنزيل. اوكي، بعدين نروح الالتيميت، ندخل على 737-700، ونروح على اخر ملف اللي هو هذا، ونعمل له كذلك تنزيل. ونروح على 739 دبل كليك، نختار آخر ملف اللي هو هذا اللي هو 18، نعمل له تنزيل. كذلك هذا الموقع اللي هو 737-900 في إضافة الطائرة نجيبها من هنا. هم كذلك لازم تكون عندك تسجيل مسجل في الموقع، ونعمل داونلود للملف من هنا عشان تنزل عندك الطائرة كاملة مع عدة صبغات. الآن هذه الملفات اللي نزلناها من المنتدى الثلاث، وكذلك المنتدى اللي نزلنا منه طائرة 737-900. هذه راح تكون موجودة كلها في الملف، كانت موجودة في ملف الزيبو مود. طبعا هذه راح تكون مضافة على هذا الملف اللي هي تحسينات فقط، أما هذا هو ملف الطائرة الأصلي. خلونا نبدأ بداية على 738، تفتح الملف المضغوط، تختار هذا الملف تشيله تخليه هنا، هذا ملف الطائرة الحين كامل عندك. نعمل له حذف عشان لا يخربط علينا، وننزل كذلك 737، نفتح الملف المضغوط، هذا ملف الطائرة كامل نجيبه هنا على طول.
هذا الملف، احذفه. بقينا الآن 737-900، افتح الملف. طيب هذا الملف محتاج ان نسوي لنا ملف جديد. سجل اسمه على إعادة تسمية، أخذ هذا الاسم. تمام، ناخذ كل البيانات ذي نرسلها على طول هذا الملف. طبعا ملف الطائرة كبير، كل شيء موجود فيه، الساوند والبلاجنز والليفريز اللي هو الصبغات والأوبجكت. خلاص الآن بقى ملف التحسينات، ملف تحسينات اللي هي 900، هذا نحذفه الحين. نفتح الملف التحسينات، هذه الإضافات نظلل عليها كذا ونشيلها على طول على 900. طبعا يقول لك هل تود استبدال؟ نعم، 171 ملف استبدال. الحين الطائرات كلها جاهزة عندك، هذا خلاص نحذفه. الطائرات عندك الثلاثة موجودة وجاهزة. تبقى قلت لنا ملف اللي هو يعني تعديل وضع الجناح حق الطائرة الـ 800، نعمل لها قص، نروح على 737-800، نروح على ملف الأوبجكت، نعمل له لصق. هذا الملف هنا موجود، هذا هو. طيب الآن عندك الثلاث طائرات موجودة جاهزة للاستعمال، نعمل ملف جديد ونسميه زيبو مود، ننقل الثلاث ملفات. تمام، نعمل له قص، نروح على ملف الطائرة اكسبلين 11، نروح على الايركرافت، انا هو موجود عندي، هذه ثلاث طائرات موجودة هنا في الملف. تمام يا شباب، طبعا يكون ملف الحالة، بعد ما تدخل ملف الحالة تكون هنا الطائرات موجودة. طبعا انت تجي تسها هنا، نسخك راح يكون على هنا هذا الموقع، هذا الزيبو مود. الآن طيب الآن نبي ننزل اللي هي ملف التريل رادار والافي تاب. ملف التريل رادار هذا نضغط عليه، هذا ملف التريل رادار اللي راح يكون في البلاجنز. ملف التضاريس، رادار التضاريس عفوا، نعمل له داونلود من هنا. بخصوص ملف ترين رادار تختار الأول هذا، لا تختار الثاني الأول، لأن هذا يعتبر اكسبلين 10، وانت إذا اكسبلين 11 عندك الأول. تعمل له هنا داونلود، كذلك عندك ملف الافيتاب اللي هو التابلت الموجود في الطائرة، هم كذلك راح يكون في البلاجنز. تضغط على هذا الرابط،
هذه صفحة الافيتاب اللي مرتبط بالشارت. إذا كان عندك نزلت اللي هي تخطيط الرحلات من السمبريف عندك والكوسن بلانر، يعطيك شارت وتكون هنا في موقعها ملف، على تكون على صيغة هيئة ملف PDF عندك هنا. إذا حاب إنك تبحث عن ايربورت معين وكان عندك ارتباط مع نافيجراف، يعطيك خرائط مفصلة بالابروتش والتاكسي كل البيانات تلقاها هنا في السد. عندك هنا روت حاب انك تسوي روت معين، انا ما انصح فيه، اذا كان لك رغبة ما عندك مشكلة. وهنا الماب، عندك هنا تعديلات، وهنا مذكرة عندك. على هيئة مثال هذا لندن هيثرو، بياناتها كاملة، الرانواي، تردد. طيب تعمل له هنا داونلود للملفين هذه. هذا الملفين اللي نزلناهم، الافيتاب وترين رادار. تضغط على ترين رادار وهذا الملف الافيتاب، خليه هنا. نروح على ملف ترين رادار ونشيل الملف طلع برا، نضرب عليهم، نعملهم كوبي. نروح ملف الطائرة، نروح على ريزورس بلاجنز، وهذه هي موجودة عندي أنا. هنا الأفيتاب، هنا ترين رادار، تعملها ملصق. هذا بما يخص إضافة الأفيتاب وكذلك ترين رادار. الآن عندنا كذلك عندنا طريقة تنزيل الصبغة على الطائرة. هذا الموقع نفسه اللي هو explain dot origin، عندهم صفحة هنا موجودة جميع الصبغات الطائرات موجودة، فأنت تجي هنا تختار أي خطوط حاب إنك تطير عليها. على سبيل المثال نقول هنا أمريكان إيرلاينز، فتعمل لها داونلود. طبعا شوف هنا محدد لك انها طائرة 738. على التحديد اللي هنا راح تنقل الملف في ملف الطائرة. طيب هذه الصبغة اللي نزلناها من شوي، American Air Sail، افتح الملف المضغوط. هذه الصبغة زي ما تلاحظون، شو الطريقة نسوي لها نسخ. نروح على ملف المحاكي اكسبلين، بعدين نروح على ايركرافت، على ملف الزيبو مود. طبعا الطائرة هي 737-800، مو على 7 ولا 9. نجي هنا على طول، بعدين نروح ملف الليفريز. هذه انا عندي الصبغات موجودة من اول، نعمل لها لصق. هذه امريكان ايرسيل، هذا بما يخص إضافة الصبغات إلى الطائرة اللي أنت حاب تطير عليها. في نهاية هذا المقطع أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ونشر القناة لمحبي محاكي الطيران. وأي أي تعليقات اكتبوها لي في الكومنت وراح أرد عليها إن شاء الله. معكم أخوكم خالد، مع السلامة.